عشان مساعد الماليين. أنا كنت ماسكة عدي وحكيتهم للمفوضية إنه ظروفي وهيك ما في. بعد ما طلعت من العدي يعني بشهر طلعوا لي المساعد المالي المفوضية عشان أكيد يعني في كتير أشياء ما بقدر أجيبها. يعني في شيء أهم، يعني هو أهم الشيء إنه ندبر أجرة البيت ومصاريف المهمة، كهرباء ومي، يعني شغلات الخبز اللي هيك. ما نحن كنا قاعدين بابا عمر وصار وقت إنه ضرب الصواريخ، عشان هيك طلعنا، يعني إنه شفنا بعيننا. يعني ضلينا 13 يوم ونحن قاعدين بالأبو تحت، يعني تحت الأرض، عشان هيك يعني إنه خلص إنه ما عاد فينا نتحمل وطلعنا. يعني صار عنا خوف ورعب، وأنا كنت جايبة خلود وقتها كانت صغيرة، يعني كتير إنه تأزمت الأمور. بصحى بكير يعني من النوم وبرجع على البيت عشان لحق الأولاد لأن بدهم يروحوا على المدرسة، بهير طلباتهم، بعملهم فطور، يعني بلبسهم أواعيهم وبمشيهم على المدرسة، بعدين بجي لعند أمي بشوف شو بدنا نعمل أكل. وهون يعني تغيرت الأمور، يعني صرت أنا أروح وإجي وأجيب أغراض، وأنا دايرة بالي على الأولاد يعني، وأبي إذا مرض لا يعني سمح الله وهيك أنا بدي أخذه وأجيبه على مشافي.